Okay. طبعا من أبدأ أشرح، ما أشوف الشات، فإذا عندكم مشكلة صوت أو صورة أو عندكم سؤال فبإمكانكم تفتحون الصوت. تمام؟ إن شاء الله حسين، إن شاء الله. طبعا بالمحاضرة السابقة احنا توقفنا عند الجداول، لكن إعادة سريعة لطريقة إدراج أو التعامل مع الصور داخل برنامج الوورد. طبعا بهذا البرنامج يتيح لي أنه بداية أضيف صور، ومن أضيف صور طريقة الإضافة كالآتي: من Insert Tab أخذنا نتوجه إلى Illustrations Group، وبعدها نختار Picture. طبعا هذه البكتشر من نختارها راح تفتح لي نافذة، وهذه النافذة أتصفح بيها، يعني أتوجه إلى موقع الصورة داخل البرنامج أو الويندوز وأختار الصورة وبعدها أضغط Insert. تمام؟ ثم طبعا مثل أي أوبجكت آخر، يعني عندنا الجداول ذكرنا والصور وكذلك مثلا الأشكال، كل هذني بإمكاننا أو عند الضغط عليهن تظهر لي الكونتكستوال تاب، وقلنا هذه الكونتكستوال تاب تظهر وبإمكاني إنه أعدل على الأوبجكت، سواء هذا الأوبجكت صورة أو تيبل مثلا أو شيب أو شكل. وبالتالي فكل صورة عندي أو كليب آرت، قصاصة فنية ترجمتها، تحتوي على تول، فقط اضغط عليها. من اضغط عليها تظهر لي هذه الكونتكستوال تاب او الفورمات، وهنا اخذنا احنا بالمحاضره السابقه عده ادوات، من ضمن هذه الادوات انه كيف اغير الحجم، ممكن كيف اغير الموقع الخاص بالصوره، وكذلك رابينج تكست او التفاف النص كيف راح يكون حول الصوره. طبعا هنا click the picture or clip art to select it. The picture tools contextual tab appears. بعدها راح تظهر لي هذه النافذة. تمام؟ وهنا أنا عندي قلنا عدة أدوات، من ضمن هذه الأدوات هي طريقة تغيير أو resizing للبكتشر، يعني كيف أني أغير سواء أكبر أو أصغر بحجم الصورة. طبعا عندي طريقتين، الطريقة الأولى هي استخدام هذه الأدوات اللي أو الأشكال الموجودة على الحدود الصورة. طبعا هنا فقط من أضغط على الصورة تظهر لي هذه الأشكال. تمام؟ فعندي هنا مثلا شكل دائرة وشكل مربع، وعندي هنا دائرة باللون الأخضر. طبعا كل واحدة من هذه الأدوات لها يعني طريقتها. فيذكر لي هنا: إذا ردت هنا to adjust the size of the picture and keep the dimension proportional. يعني هنا إذا ردت أحافظ على الأبعاد، يعني أحافظ على أبعاد الصورة، ممكن هذه الصورة تكون مربعة، فإذا ردت أكبر الصورة أو أصغرها وبنفس الوقت أريد أحافظ على الأبعاد، يعني يبقى شكل الصورة مربع، فأستخدم طريقة أو أستخدم الدوائر اللي تكون في الأركان. نرجع، إذا أردنا نحافظ على أبعاد الصورة فنستخدم هذه الأجزاء اللي تكون في الأركان. طبعا من نسحب هذه الأجزاء، فطبعا وأخذنا احنا بالمحاضرة السابقة يعني صورة عملية لهذه الطرق، فإن الصورة شنو تكبر سواء في يعني بكل الاتجاهات أو باتجاه سحبك لهذه الدائرة، وبنفس الوقت كبعدين وليس بعد واحد. هذه طريقة. الطريقة الأخرى، إذا احتاجينا أنه نكبر أو يعني نصغر هذه الصورة بجانب معين، يعني ممكن باتجاه اليمين أو الأعلى أو الأسفل أو اليسار، فبإمكاننا استخدام السايز سايزينج هاندل اللي هو السكوير. تمام؟ فمن أضغط على السكوير هنا راح يكون تكبير الصورة باتجاه واحد، سواء على اليمين أو على اليسار حسب اتجاه يعني هذا المربع. تمام؟ الطريقة الأخرى هي طريقة تدوير الصورة
الآن عندنا هنا أدواتين، هي أداة المربع وأداة الدائرة اللي تكون في الأركان، وعندنا مثل ما تلاحظون عندنا هنا دائرة هذه تكون باللون الأخضر، هذه الدائرة ساعدني إنه أعمل روتيت للصورة، تمام؟ فأعمل تدوير للصورة بهذه الأداة. أيضا عندنا طريقة أخرى باستخدام الريبون أو شريط الأدوات ضمن الكونتكستوال تاب، أداة لتغيير الحجم، وهذه الأداة تكون هنا يعني أثبت الأرقام الخاصة بأبعاد الصورة، وبعدها مباشرة يتغير الحجم. هذه تكون هذا موقع هيكون هنا، تمام؟ وبنفس الوقت هنا صورة مكبرة. طبعا ذاكر لي ملاحظة انه اذا ردت اغير الابعاد مع الحفاظ على النسبة، يعني نسبة الطول الى الارتفاع الخاص بالصورة، فبامكاني استخدم لوك اسبيكت ريشيو، وهذه اللوك اسبيكت ريشيو اقدر اوصل لها عن طريق الضغط على هذا السهم الصغير، وبعدها تظهر لي هنا هذه النافذة اللي هي اللاي اوت، وعن طريق هذه اللاي اوت نلاحظ وجود هذا الجزء اللي هو جزء السكيل عندي لوك اسبيكت ريشيو، وهنا اذا كان موجود يعني علامة صح على التشيك بوكس فإن الأبعاد تكون ثابتة، يعني مهما يكون مثلا أغير بعرض الصورة أو ارتفاع الصورة فمباشرة البعد الآخر يتغير بصورة تلقائية، تمام؟ وأيضا أخذنا الريبوزيشن للبيكتشر. طبعا من أريد أعمل ريبوزيشن فعندي طريقتين، الطريقة الأولى هي استخدام الأوبجكت بوزيشن، طبعا الأوبجكت بوزيشن الموجود هنا وين ارتفع للأعلى، هذا يكون هنا موجود هذا الجزء، هذا الأوبجكت بوزيشن، وهنا عندي مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة عندي 9 مواقع للصورة، ممكن في الوسط ممكن على اليسار أو على اليمين أو للأعلى والأسفل، وكل جزء يستخدم بالتكست رابينج أو التفاف النص بالنسبة للصورة. طبعا كل ما أغير بوزيشن معين لصورة معينة فإنه التكست رابينج يتغير تلقائيا، تمام؟ صورة عامة in the line هنا نذاكر لي إنه in the line with text، ذكرنا بالمحاضرة السابقة إنه هذا يأتي بصورة ديفولت أو افتراضية بالنسبة للبرنامج. استاذ بلاز احمد عليك، التكست رابينج شنو معناه؟ التفاف النص هذا يكون كنت حاضر بالمحاضرة السابقة؟ نعم استاذ موجود. احنا اخذنا التكست رابينج وقلنا انه التفاف النص هذا يكون حول الصورة، ممكن انه ناخذ لكم مثال حتى تتوضح، اخذ لكم مثال عملي افضل. استاذ ذكرته اوكي. واضح عند الكل طلاب؟ احنا هذه مراجعة سريعة حتى نحاول انه يعني نتقدم للتيبل وكيفية اضافة التيبل للمستند، تمام؟ بعدها قلنا انه عندي البيكتشر اقدر اغير البوزيشن الخاص بها، وقلنا انا عندي 9 انواع من البوزيشن موجودة ضمن الدوكيومنت، وبنفس الوقت من اغير البوزيشن تلقائيا غير عندي الراب تكست، وقلنا هذا الراب تكست هو طريقة لالتفاف النص، ممكن انه النص يكون خلف الصورة او امام الصورة، او ممكن يمر خلال الصورة، ممكن يكون اعلى واسفل الصورة وهكذا، عندي كثير من الانواع الخاصة بالتكست رابينج مثل ما واضحة هنا امامكم، تمام؟ ممكن سكوير ممكن تايت، واخذنا امثلة عليها وطبقناها بصورة عملية على الصور. طبعا موضوعنا لهذا اليوم هو التيبلز، احنا راح ناخذ التيبلز ونشوف شنو فائدة هذه التيبل، طريقة اضافة الجداول، وبنفس الوقت كيف انه نعمل مثلا اضافة خلايا، ممكن اضافة اعمدة او صفوف وهكذا. طبعا هنا ذاكر لي انه التيبل consists of rows and columns، يعني يتكون من أعمدة وصفوف، و
تتقاطع ما بينها لتكون الخلايا، تمام؟ نفس الوقت you can insert text أو graphics into cells. طبعاً إمكاني إنه أضيف داخل الخلايا ممكن أشكال وممكن نصوص وأيضاً صور، تمام؟ And you can make a table itself visible or invisible. ممكن إنه تعمل التيبل مثلاً ظاهر، ممكن الخطوط أمامكم تكون ظاهرة للتيبل وممكن تكون invisible أو خفية. طريقة إنشاء أو creating table using table menu. طبعاً التيبل menu هسه نشوفها، إحنا نطبقها أمامكم عملي، لكن خلينا نأخذها بالنظري نشرحها. عندي أنا table menu أوصل لها عن طريق insert tab، وبعد insert tab أختار table، وبعد table عندي ثلاث طرق لإضافة table معين. الطريقة الأولى هي quick preview. طبعاً عفواً هنا الطريقة الأولى هي عن طريق insert table، هذه هنا، تمام؟ وممكن عندي draw table، وممكن هنا لو تشوفون هذه الخلايا هنا فقط أحرك المؤشر ويرسم لي التيبل على عدد هذه الخلايا اللي راح يتم تحديدها، تمام؟ فعندي صارت ثلاث طرق. طريقة أولى هي أحرك المؤشر أو أحدد هذه الخلايا اللي موجودة هنا، طبعاً عددها يكون محدود مثل ما تلاحظون هنا يكون عددها محدود، وممكن طريقة أخرى هي عن طريق الانسيرت تيبل، والطريقة الثالثة هي درو تيبل. طبعاً الآن نحاول أنه نتوجه لكم للبرنامج نفسه وننفذ لكم الطرق الثلاثة أمامكم. طبعاً الآن هذا دوكيومنت جديد، وذكرنا أنه إذا ردت أضيف تيبل أذهب إلى قائمة insert، ومن قائمة insert عندي هنا هذا البوتوم أو هذه التول اللي هي table. طبعاً هنا فقط أضغط على هذا السهم الصغير اللي يكون أسفلها راح تظهر لي هذه اللوحة لرسم table معين، وبنفس الوقت قلنا عندي insert table وعندي draw table. طبعاً ذاكر أنه من تحرك المؤشر أو تسحب المؤشر، طبعا بدون ما انقر لا ليفت كليك ولا رايت كليك، فقط احرك المؤشر، تلاحظون انه جاي يصير هنا عمليه رسم للجدول، ولكن شنو ذاكرين انه كويك بريفيو فيتشر ويل ديسبلاي، يعني راح تكون عندي بريفيو او معاينه لهذا الجدول داخل المستند. فالان مثلا عندي هذا التيبل، مثلا اكون لي الان هذا تيبل، فقط اضغط ليفت كليك ومباشره تكون عندي جدول داخل الدوكيومنت، تمام؟ هذه طريقه لانشاء الجدول. طبعا عندي طريقه اخرى هي باستخدام الانسيرت تيبل كوماند، وهنا ايضا نتوجه للانسيرت تاب وبعدها تيبل وانسيرت تيبل، وهنا راح نختار، طبعا يظهر لي التيبل دايلوج بوكس، وبعدها ممكن انه اثبت طبعا هذا التيبل دايلوج بوكس امامكم، وبعدها هنا يظهر لي انتو يعني enter the number of rows and columns needed in the table، يعني ممكن هنا ادخل عدد الاعمده والصفوف اللي احتاجها داخل التيبل، وبعدها اضغط موافقه او اوكي. نحاول نطبق الطريقه. الان هذا الجدول ما نحتاجه، من insert اذهب الى table، وبدل ما اختار هذه الاداه اختار هنا insert table. طبعا هنا هذا الدايلوج بوكس يظهر لي هنا number of columns، هنا عدد الأعمدة اللي تحتاجها و number of rows أو عدد الصفوف. مثلا نحتاج مثلا عموديا أو ثلاث أعمدة بالإضافة مثلا إلى 10 صفوف، ونختار أوكي. لاحظ أنه صار عندي هنا عدد أعمدة ثلاثة، تمام، وعندي 10 صفوف داخل هذا التيبل. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الأخرى ممكن أعمل
أو creating table using drawing tools أو طريقة رسم، يعني بدل ما أني أدرج التيبل عن طريق التولز أدرجها عن طريق رسم لهذا التيبل. إذا أنا أتحكم بعدد الأعمدة والصفوف، وممكن أنه أيضا داخل الخلية الواحدة بإمكاني أعمل أكثر من عمود أو صف. طريقة كالآتي: Click Insert Tab، وأيضا عن طريق قائمة أو Table Tool، وبعدها أتوجه إلى Insert Table Dialog Box، ثم أختار Click أو Draw Table، وبعدها ماوس بوينتر. هنا يتحول هذا المؤشر، مؤشر الماوس يتحول إلى بن أو قلم، وبعدها بإمكاني أنه أستخدم هذا القلم عن طريق الدراب، يعني عن طريق السحب، أبدأ برسم الجدول. تمام؟ طبعا بالبداية ذاكر أنه إذا أردنا نرسم جدول، فأول ما ينشئ لي هو ينشئ لي الحدود الخاصة بالجدول. لاحظ الآن طبقها بصورة عملية أمامكم أيضا حتى تكون الصورة واضحة. الآن أنا عندي insert، وعن طريق table أختار draw table. طبعا تلاحظون الآن صار عندي هذا المؤشر عبارة عن قلم، وبإمكاني أرسم جدول معين. الآن صار عندي إطار، وممكن أنه مثلا أعمل 3 أعمدة لهذا الجدول. تمام؟ وممكن أعمل صفوف أيضا لهذا الجدول. طريقة سهلة جدا. طبعا بإمكانك أنه نفس الخلية ممكن تقسمها، يتلاحظون طريقة رسم، يعني تعطيك حرية أكثر لرسم جدول معين. تمام؟ فيعني دائما نحتاجها أحيانا يعني أحيانا نحتاجها لأغراض معينة داخل الجداول. إذا صار عندي 3 طرق لرسم الجدول. طبعا أتوجه إلى الشات إذا كانت أكو بعض الأمور ما واضحة، ممكن أنه نعيدها لكم. تكلمنا عن الجداول، وذكرنا أنه الجدول يتكون من صفوف وأعمدة، وهذه الصفوف والأعمدة عندما تتقاطع مع بعضها راح تكون لخلايا. وبنفس الوقت عندي 3 طرق لإدراج جدول. قلنا الطريقة الأولى هي عن طريق رسم جدول، وممكن أنه أدرج الجدول عن طريق إدخال عدد الأعمدة والصفوف، كذلك إدراج جدول بطريقة ذكرنا أنه إدراج جدول بطريقة اختيار هذه المربعات، يعني فقط تحديدها ويظهر لي أو يرسم لي الجدول بصورة مباشرة، لكن ذكرنا أنه تكون هذه الأعداد أو المربعات محدودة في العدد مالتها. تمام؟ الأمور واضحة بالنسبة لكم طلاب؟ إذا عندكم سؤال أوكي. الآن نرجع لمحاضرتنا، أخذنا 3 طرق لإضافة جدول. الآن عندي طرق تعديل أو تعديل الجداول أو تعديل على الجدول. مثل ما كان بالصورة عندي Formatting Tool للPicture، فأيضا أنا عندي Formatting Tool للTable، لكن هنا راح تتكون من جزئين: جزء الديزاين واللي يكون خاص بمظهر التيبل نفسه كلون مثلا وشكل الخلايا كيف راح يكون، وبنفس الوقت عندي اللاي اوت، وهنا يتحدد بتقسيم الخلايا مثلا او دمج الخلايا، كذلك اضافه
يعني أعمدة أو صفوف، ممكن إنه حذف هذه الأعمدة والصفوف. تمام؟ فبدل ما عندي تول وحدة أو كونتكستوال تاب تكون جزء واحد، هنا عندي التيبل يتكون من جزئين، جزء الديزاين وجزء اللاي اوت. طبعا احنا راح نركز على جزء اللاي اوت باعتبار انه نحتاجه دائما ويكون بتماس مباشر مع هذا اللاي اوت بصورة يعني دائما نكون نستخدمه بكثرة عند انشاء الجداول او التعامل مع او العمل على الجداول. واحدة من هذه الأدوات اللي توفرها لي اللاي اوت تيبل هي طريقة السبليتينج سيلز، أو طريقة إنه كيف أنا أعمل فصل أو تقسيم للخلايا. طبعا على فرض إنه عندي جدول والآن عندي خلية معينة أحتاج أقسمها من جديد، مثلا ممكن إنه أعمل هذه الخلية عموديا، وممكن أعمل هذه الخلية مثلا 4 خلايا أو 8 خلايا وهكذا. طريقة تقسيم هذه الخلايا راح تكون عن طريق اللاي اوت، ومن اللاي اوت اخذ بدل الميرج جروب. طبعا هنا عندي هذه الميرج جروب، من ضمن هذه الميرج جروب اكو اداه اللي هي اسمها سبليت سيلز، هذه سبليت سيلز. وطريقه فصل الخلايا راح تتم فقط من اضغط سبليت سيلز فتظهر لي دايلوج بوكس، وهذا الدايلوج بوكس لازم احدد به عدد الصفوف والاعمده اللي راح انشئها داخل هذه الخليه، وبعدها اختار اوكي. نحاول انه نطبقها بصوره عمليه امامكم. مثلا الان عندي هذا الجدول تكون من عمودين مثلا و6 صفوف، والان مثلا احتاج هذه الخليه الاولى اقسمها الى خلايا اخرى. ذكرنا انه من الكونتكستوال تاب الخاصه بالتيبل اللي هي تيبل تولز اتوجه الى اللاي اوت، وبعد هذه اللاي اوت اتوجه الى الميرج جروب، وقلنا عن طريق الميرج جروب. طبعا بالبدايه لازم انه الطالب او المستخدم يضع المؤشر داخل الخليه، هذه ما ننساها باعتبار انه من اثبت المؤشر داخل الخليه ف باعتبار انه اني الان حددت هذه الخليه للعمل عليها. تمام؟ فالان مثلا اضع المؤشر على اول خليه من اليسار، وبعدها اتوجه الى هذه الاداه اللي هي سيبلس سيلز. من اضغط سيبلس سيلز تظهر لي هنا نافذه او دايلوج بوكس، وهذا الدايلوج بوكس يذكر لي هنا عدد الاعمده والصفوف اللي تحتاجها داخل هذه الخليه او السيل. فمثلا اختار انه أقسم هذه الخلية إلى 4 خلايا، فأختار صفين وأختار عمودين وأضغط موافق. لاحظوا أنه الآن صارت عندي الخلية مكونة من 4 خلايا. ممكن نفس هذه الخلية مثلا الآن هذه الخلية أو الخلية المقابلها، فقط أضع المؤشر وأذهب إلى نفس النقطة أو إلى نفس الأداة مثلا وأقسمها إلى 4 أعمدة وصف واحد. إذن عندي حرية في تقسيم وتحديد عدد الخلايا داخل الجدول وأيضا داخل الخلية الواحدة. تمام؟ لهنا واضح طلاب؟ إذا أكو سؤال عن اللي عملناه حاليا، طبعا الموضوع جدا مهم ودائما تحتاجوه، فأريدكم يعني تكونون مسيطرين إن شاء الله بالجداول. تمام. هذه طريقة سبليتينج للسيلز أو تقسيم الخلايا. الآن عندي عكس هذه العملية، هي دمج الخلايا. يعني الآن أنا عندي أكثر من خلية، وممكن إنه أكثر من خلية أعمل لها دمج وتصبح خلية واحدة. الطريقة كالآتي، أيضا من لازم هنا يذكر لي أنه select the cells that you want to merge، لازم أنه أحدد الخلايا
اللي احتاج انه ادمجها واجعلها خليه واحده، تمام. بعدها ايضا اتوجه للاي اوت كونتكستشوال تاب، وبعدها للميرج جروب، وثم اتوجه للميرج سيل، وبعدها اضغط فقط على الميرج سيل، وبالتالي تصبح الخليه او عدد هذه الخلايا ومجموعه الخلايا تصبح الى خليه واحده. طبعا اذا محدد خليه واحده، لاحظوا انه هذه هي الاداه. الان هذه الاداه ما مفعله. ليش ما مفعله؟ لان اني الان وضعت المؤشر على خليه واحده، تمام. من يجيك سؤال انه حددت خليه واحده مثلا وردت استخدم الميرج سيل، تمام، فهل هذا يعني ممكن انه استخدم الميرج سيل؟ طبعا الجواب يكون ما ممكن. ليش؟ لان انا حددت خليه واحده، وبالتالي يعني مو من المنطق انه ادمج خليه واحده واوجهها يعني او احولها الى خليه، هي نفسها تبقى، فبالتالي تكون دائما هذه الاداه ما مفعله. لازم شنو؟ مثلا احدد خليتين، لاحظوا انه هذه الاداه تفعلت. طبعا فقط اضغط على هذه الاداه، صارت عندي الان هذه الخليتين اللي حددتهن هنا خليه واحده. ممكن الان هذه عدد الخلايا كلها احولها الى خليه واحده. طبعا طريقه التحديد ليفت كليك مثل ما متفقين احنا، واوجه باي اتجاه المؤشر، تمام. صار عندي مثلا الان هاي طريقه حددت هذه مجموعه الخلايا، وبعدها اختار ميرج سيل، اصبحت الان عندي خليه كبيره واحده ناتجه من مجموعه من الخلايا. هذه طريقه لدمج الخلايا وتحويلها الى خليه واحده. اذا عندنا طريقتين، طريقه لتقسيم الخلايا، وذكرنا انه تقسيم الخلايا عن طريق سبليس سيلز، وهنا ذكرنا انه مثلا نحدد عدد الاعمده والصفوف اللي نحتاجها داخل الخليه ونضغط موافق، وايضا عندي الميرج او الدمج، احدد الخلايا سواء خليتين فاكثر واختار ميرج سيل، تمام. هذه طريقتين. اذا عندكم ايضا سؤال بالنسبه للطريقتين اللي ذكرناهن على السريع، ممكن انه اجاوبكم عليهن. اوكي، طريقة دمج الخلايا. الآن نعيد لكم على السريع نشوف طريقة دمج الخلايا. طبعا ذكرنا أو حسب ما مذكور، نرجع لكم للمحاضرة، عندي أنا سبليتينج سيلز، طريقة فصل أو تقسيم الخلية، والطريقة الأخرى هي الميرجينج سيلز أو دمج للخلايا. طريقة تقسيم الخلية أخذناها، قلنا انه اقدر اقسم او احدد عدد الاعمده والصفوف داخل الخليه الواحده ضمن الجدول، وبالتالي راح يقسم لي اياها لهذه الخليه. الطريقه الاخرى هي الميرج سيلز، وقلنا انه طريقه دمج الخلايا لازم اولا احدد، هذه كلش مهمه، select the cells that you want to merge into one، يعني لازم احدد عدد الخلايا اللي اريد احولها الى خليه واحده، وبنفس الوقت اتوجه بالlayout contextual tab ثم الى الميرج جروب وبعدها ميرج سيل. من اضغط على الميرج سيل هنا راح تتحول لي جميع الخلايا اللي انا حددتها مسبقا الى خليه واحده. نتوجه الان، عندي الان هذه مجموعه خلايا، هذه الان مجموعه خلايا، مثلا اريد هذه اول ثلاث خلايا من العمود الثاني أريد أحولها إلى خلية واحدة. لازم شنو؟ أول طريقة قلنا نحددها. طريقة التحديد ليفت كليك، أبقى ضاغط عليها وأحرك بالمؤشر، تمام؟ حددت ذني ثلاث خلايا عندي، وبعدها قلنا من اللاي أوت توجه إلى الميرج جروب، وبعدها هنا اختيار أو أداة ميرج سيلز، فقط أضغط عليها، هنا تم دمج هذه الثلاث خلايا وأصبحت خلية واحدة، تمام؟ ممكن اي خلايا، مثلا هنا هذه اربع خلايا الان عندي، ممكن انه احولها الى خلية واحدة بنفس الطريقة، احدد وبعدها اتوجه الى هذه الاداة
واضغط ميرج. تمام، هذه واضحة لحد الآن؟ واضحة طلاب؟ اوكي تمام. الآن بعد ما أخذنا طريقة العمل على أو العمل على الخلايا، سواء تقسيم للخلية أو سواء دمج أو مزج لهذه الخلايا، ممكن أنه نعمل على إضافة أعمدة وصفوف وأعمدة لهذه الجداول أو الجدول. طبعا بكل جدول احنا قلنا، ذكرنا بالبداية انه عندي جدول هو يتكون من صفوف واعمدة، وبالتالي يوفر لي الوورد او برنامج الوورد طريقة لاضافة اعمدة وصفوف لهذا الجدول. طريقة الاضافة جدا بسيطة وسهلة، اكو ادوات موجودة باللاي اوت كونتكستوال تاب. لازم بالبداية انه احدد click in row or column، يعني لازم اني اضغط على صف او عمود، وبعدها اتوجه الى هذه الادوات اللي هي rows and columns group، وبعدها اختار اربع اختيارات اللي هي اما اضافه للاعلى او الاسفل او لليسار او اليمين. طبعا نحاول ناخذ لكم بصوره عمليه. على فرض عندي مثلا هذا الجدول يتكون من عمودين، والآن هذا عندي جدول يتكون من عمودين ويتكون من صفين. الآن طريقة إضافة الأعمدة والصفوف لهذا الجدول هو عن طريق التوجه إلى Layout. طبعا بعد ما أضع المؤشر، الآن خلي نعرف أنه إذا وضعت هذا المؤشر بهذه الخلية فأني أكون موجود في العمود الأول. لاحظوا ياي، من اليسار لليمين أكون موجود في العمود الأول وبالصف الأول. تمام، إحنا ذكرنا معلومة أنه الأعمدة والصفوف تتقاطع وتكون لخلية، إذا هذه الخلية تمثل اللي هي العمود الأول اللي يكون، وبنفس الوقت الصف الأول. فأضع المؤشر مثلا على هذه الخلية، وبعدها اتوجه الى rows and columns group اللي هذه تكون بهذا الشكل او هذا الجزء. طبعا هنا نلاحظ عندي اربعه ادوات باربع اتجاهات مختلفه. الان اضافه insert right، يعني الان اذا ردت اضيف لليمين او ممكن اضيف لليسار او insert left، ممكن insert below يعني الآن أضيف للأسفل، أو ممكن insert above أو للأعلى. نحاول أن نطبقهم كلهم أمامكم. مثلا الآن أنا محدد هذه الخلية وأحتاج مثلا أضيف للأعلى. لاحظوا الآن ضاف لي صف، وهذا الصف صار في الأعلى، يعني ضافه أعلى الجدول. ممكن أنه أضيف للأسفل. تمام، وراح تلاحظون انه لازم احنا نخلي نملي هذه الخلايا حتى تكون عندكم واضحة طريقة الإضافة. مثلا الآن أنا على هذه الخلية وردت أضيف للأسفل، من أضيف للأسفل من أحدد هذه الخلية راح يضيف أسفل هذه الخلية صف. تمام، لاحظوا أنه كان هذه الخلايا أربعة متجاورة، من اختارت insert below ضاف لي صف ما بين هذه الصفين. نفس الوقت إذا ردت أضيف للأعلى، ذكرنا أنه يضيف لي أعلى هذه الخلية. كذلك مثلا إذا ردت أضيف عمود، تمام، ما بين هذه الخليتين، يعني يضيف لي عمود ثالث للجدول، فممكن انه اختار للليفت يعني يضيف لي على جهة اليسار للجدول، او ممكن على جهة اليمين. الان نختار على اليمين، لاحظوا انه ضاف لي جدول على اليمين.
تمام. الآن ضاف لي عمود وليس جدول، ضاف لي عمود على اليمين. ممكن انه نفس هذا العمود الآخر ممكن أضيف عمود لليسار مثلا، تمام، ممكن عمود آخر وعمود آخر وهكذا. إذن بإمكاني أنه أضيف أعمدة وصفوف للجدول. طبعا ممكن أنه هنا مكتوب insert above أو insert below، فهذه يقصد بها أنه أضاف الصفوف، ذن الطريقتين اللي هي insert above و insert below. هنا يضيف لي صفوف باعتبار أنه الإضافة راح تكون أفقية، وبنفس الوقت إذا أردت أضيف insert left و insert right فهنا راح يكون عندي إضافة أعمدة للجدول. تمام. الآن طلاب إذا عندكم سؤال عن إضافة الأعمدة وكذلك إضافة الصفوف باستخدام هذه الأدوات، إذا كانت مثلا نقطة مبهمة فبإمكاننا أنه نعيد شرحها لكم. تمام. الآن هذا الموضوع انتهينا منه، اللي هو طريقة إضافة الصفوف والأعمدة للجدول. طبعا الآن عندنا موضوع آخر، هو حذف الخلايا، تمام، وحذف ممكن الصفوف وممكن حذف الأعمدة، وكذلك ممكن أحذف جدول كامل من المستند. عندي إذن 4 أنواع للحذف، ممكن أحذف خلية، وممكن أحذف رو معين أو صف معين، ممكن عمود معين أو كولون، وممكن أحذف تيبل كامل. طريقة الحذف كالآتي: select row، طبعا إذا أردت أحذف عمود أو صف لازم أنا أعمل تحديد، فهنا يختار أو يحدد لي أنه لازم أنه select the rows, columns or cells that you want to delete، لازم أنا أحدد الخلايا أو الأعمدة والصفوف اللي أحتاج أعمل لها حذف. و ممكن هنا to delete a single row, cells or the entire، يعني هنا يقول لي ممكن انه انت تحذف عمود واحد او صف واحد او ممكن خلية واحدة، وممكن انه تحذف الجدول كاملا. تمام. طريقة الحذف بعد ما احدد بالطريقة اللي ذكرناها الان، اتوجه الى layout ومن rows and columns group اختار delete. من اختار delete راح تظهر لي عدة اختيارات او 4 اختيارات، من ضمن هذه الـ4 اختيارات هي نفسها اللي هي ممكن انه احذف خلية، ممكن احذف رو او كولوم، وممكن احذف الجدول. نتوجه الى هذا الجدول اللي امامنا الان. الان هذا الجدول اذا اردت احذف مثلا هذا العمود، ولنفترض انه نخلي لكم محتوى به حتى يكون واضح. الآن مثلا ضفت ترقيم داخل هذا العمود حتى من نحذفه يكون عندكم واضح. الآن هذا العمود إذا أردت أحذفه لازم أحدده. طبعا طريقة تحديد العمود كاملا، طريقة تحديد العمود، لاحظوا أنه من أرفع المؤشر الآن أعلى أو أعلى العمود يكون عندي سهم متجه لأسفل، فقط left click راح يتحدد لي العمود كاملا بالجدول. أو طريقة أخرى هي عن طريق أسحب المؤشر على كل الخلايا اللي تكون لهذا العمود. تمام. وبعدها من قائمة layout بعد ما حددت أتوجه إلى rows and columns، وهنا عندي هذا الديليت. تمام. طبعا بالديليت قلنا عندي 4 أنواع، هذه الـ4 أنواع
اللي هي السيلز، وممكن ديليت كولومز، وممكن روز، وممكن تيبل. الآن أنا احتاجت أنه أحذف هذا العمود، فأختار ديليت كولومز. لاحظوا أنه بعد ما اختاريت ديليت كولومز، هنا هذا العمود تم حذفه من الجدول. تمام. ممكن طريقة أخرى لحذف عمود، بدل ما أنا أحدد كل العمود، بإمكاني أنه أحدد خلية تنتمي لهذا العمود. لاحظوا ياي، الآن مثلا هذه الخلية الأولى هي تمثل العمود الأول، وبنفس الوقت تمثل الصف الأول. فممكن أحدد خلية واحدة داخل هذا الجدول، تمام، وهذه الخلية مثلا تنتمي لأي عمود، مثلا العمود الأول، وبالتالي من أختار delete columns فراح يحذف لي العمود اللي تنتمي لهذه الخلية. مثلا الآن أني على العمود الرابع، يعني هذا 1 2 3 4، تمام. بدل ما أنا أحدد كل العمود، تمام، ممكن أضع المؤشر على أي خلية تنتمي لهذا العمود، تمام، ممكن هذه الخلية الرابعة، تمام، وبعدها أختار delete columns، وبالتالي اختفى عندي العمود الرابع. واضحة؟ هذه طريقة لحذف عمود. إذا أردت أحذف صف معين بنفس الأسلوب، ممكن أنه أحدد الخلايا، وممكن فقط أحدد خلية واحدة تنتمي لهذا الصف. الآن مثل ما تلاحظون، خلينا نحاول أنه نضيف لكم ترقيم أو نضيف لكم محتوى لهذا أو هذه الصفوف. الآن باعتبار أنه عندي 6 صفوف موجودة بهذا الجدول، تمام، الآن عندي هذه 6 صفوف بهذا الجدول، وممكن أريد أحذف هذا الصف مثلا رقم 6، تمام. فطريقة حذف صف رقم 6، ممكن الآن هذا الصف يتكون من 3 خلايا، باعتبار احنا نتحدث بهذا أفقيا، يعني الصف دائما يكون أفقي. فإذا أردت أحذف هذا الصف، بإمكاني أنه أستخدم أو أحدد أو أضع المؤشر داخل خلية تنتمي لهذا الصف، وبعدها أختار من Layout Delete، وأختار مثلا Delete Row، تمام، وبالتالي اختفى الصف السادس، باعتبار أنه أنا حذفت الصف اللي تنتمي لهذه الخلية. أي خلية أحددها، ممكن هنا الصف الثالث أو الصف الأول، الآن مثلا أعمل له delete row، أضع المؤشر بأي خلية تنتمي لي الصف، وبعدها delete row. طبعا هنا لأن احنا مخلين ترقيم تلقائي، فممكن تكون نحاول نلغي لكم الترقيم حتى ما يسبب لكم اشتباه. خلي حروف مثلا هنا اي، مثلا اذا اردت احذف الصف بي، فاي خلية احددها، واختار من layout حذف الصف مثلا او رو، فهنا أنا عندي تم حذف الصف بي. طبعا بنفس الوقت اذا اردت احذف خلية واحدة، الآن مثلا أحدد المؤشر على خلية اللي بيها حرف أي، وأختار أول اختيار من هذه عملية أو أداة الحذف اللي هي delete cells أو delete أو حذف لي الخلايا، فقط أحذف. طبعا هنا يظهر لي اختيار أنه يعمل shift للcells، يعني الخلايا المجاورة إلها لليسار، ممكن، وأضغط موافق، يعني حذف لي أول خلية والخلايا اللي كانت بجانبها زحفها باتجاه اليسار، تمام. وممكن عندي باتجاه للأعلى ممكن يكون تزحيف، فعندي طريقتين لتزحيف هذه الخلايا، لكن احنا اللي يهمنا انه طريقة حذف هذه الخلايا، تمام. ممكن هذه الخلية او هذه الخلية تكون هنا، اعمل لها مثلا اضع المؤشر داخلها واختار delete cell
وبعدها أضغط موافق. الآن تم حذف هذه الخلية. ممكن هذه الخلية أيضا أعمل لها delete cell وموافق. لاحظوا الآن تعلمنا على طريقة حذف عمود وحذف صف، وكذلك حذف خلية منفردة مثلا. نفس الوقت إذا أردت أحذف جدول كامل، فأضع المؤشر بأي خلية تنتمي لهذا الجدول وأختار delete table. الآن ما بقى شيء من الجدول، ممكن هذا جدول معين. إذا أردت أحذف هذا الجدول فأضع المؤشر داخل أي خلية تنتمي له ومن قائمة layout، وهنا أداة delete أختار delete table. تمام. فالآن مثل ما ذكرنا عندي أربع أنواع من الحذف، اللي هي الرو والكولون والسيل، وكذلك إذا أردت أحذف تيبل كامل. طبعا أتوجه الآن لأسئلتكم. أوكي، طبعا اتفقنا أسئلتكم أثناء الشرح اتفقنا أنه تفتحون صوت باعتبار أنه ما أشوف كلامكم أثناء الشرح. على العموم حذف العمود. أوكي، نعيد لكم طريقة حذف العمود. الآن عندي هذا جدول. هذا الجدول يتكون من أربعة أعمدة، تمام؟ وعلى فرض أنه ردت أحذف هذا العمود، خلي نضيف محتوى حتى نميز العمود عن باقي الأعمدة. ممكن هنا نضيف لكم فقط للتمييز لا أكثر. الآن عندي أذني أربع أعمدة. ممكن هذا العمود اللي يكون بهذا الجانب ممكن أحذفه، فاتفقنا أنه إما أحدد العمود أو ممكن أضع المؤشر بأي خلية تنتمي لهذا العمود، يعني بأي سيل تنتمي لهذا العمود. وبعدها بعد ما أحدد الخلية أتوجه إلى Layout، ومن قائمة أو من أداة Delete أختار Delete Column. لاحظوا أنه العمود بالكامل تم حذفه من الجدول. تمام؟ هذه طريقة حذف عمود كامل. نفس الوقت إذا أردت أحدد العمود نفسه وبعدها أتوجه وأختار Delete Column، فنفس الناتج ينطيني وهي عملية حذف عمود بالكامل من الجدول. واضح طلاب؟ طبعا طريقة حذف العمود بنفس بنفس الأسلوب. ممكن أنه أحذف الصف وممكن أحذف خلية، وكذلك إذا أردت أحذف جدول كامل. عملية جدا بسيطة وسهلة إن شاء الله. بعد ما أكملنا عملية الديليتينج، عندي طريقة تغيير حجم الخلايا داخل هذه الجدول. طبعا هنا there are several ways to change the size of rows and columns in the table, both by settings the dimensions and by dragging cells borders. يعني ممكن إنه أقدر أستخدم عدة طرق لتغيير حجم الخلايا. من ضمن هذه الطرق هي عن طريق الدراجينج أو سحب الأبعاد أو الحدود الخاصة بالخلايا. طريقة سحب الخلايا كالآتي. الآن هذه عندي خلية، ومثلا أريد هذه الخلية اللي تحتوي مثلا رقم أربعة أريد أكبرها من جهة من الأسفل مثلا. فمثل ما تلاحظون أن المؤشر فقط أضع على الحدود الخاصة بهذه الخلية يتحول لي إلى سهمين باتجاهين متعاكسين. فقط left click أبقى ضاغط عليه وأسحب للأسفل، وبالتالي أصبحت هذه الخلية حجم أكبر. نفس الوقت إذا ردت باتجاه اليمين، تمام، ممكن هذه الخلية أيضا أكبرها، تمام، ممكن أصغرهن بنفس الطريقة. إذا فقط أضع المؤشر. الآن اللي صار عندي
لاحظت انه صار عندي تغيير بخلية واحدة بدل باقي الخلايا. اتم هذه الطريقة عن طريق تحديد هذه الخلية، وبعدها ممكن اغير بحجمها. تمام، واضحة الان؟ فالان حتى ما تدوخون بالطريقة، عندي اول طريقة لتغيير حجم الخلايا هو عن طريق تحديد الأبعاد، أو عن طريق التغيير بالأبعاد الخاصة بهذه الخلايا. تمام، فممكن الآن مثلا تلاحظون أنه عن طريق هذه الخطوط اللي تكون هنا موجودة ممكن أتحكم بحجم الخلايا داخل الجدول. تمام، طبعا هذه الطريقة إذا ردت أو عندي جدول مثلا عدد الخلايا بي قليل، ممكن عدد الأعمدة والصفوف قليلة داخل هذا الجدول، ممكن هذه تكون الطريقة فعالة. تمام، لكن إذا عندي جدول كامل أو كل الجدول أريد أغير الحجم، فممكن أستخدم Table Tool Layout. تمام، اوكي، تيبل تول لاي اوت استخدم بعد ما احدد، ممكن انه احدد او استخدم هذه هنا السيل سايز جروب، وبعدها تشينج ذا ميجرمنت اوف ذا هايت اند اور ويدث فيلدز، يعني هنا بحقول الارتفاع والعرض الخاص بالجدول ممكن انه احدد ارتفاع الجدول او ارتفاع الخلايا، وممكن انه احدد عرض هذه الخلايا. تمام، وهنا أنا راح يكون التوزيع لهذه الأبعاد على الأعمدة والصفوف هنا across، يعني عبر كل الأعمدة والصفوف داخل هذا الجدول. الآن عندي هذه الخلايا، ولنفترض أنه نعمل لكم شوية تراجع. الآن عندي هذا الجدول. الطريقة الأخرى لتغيير أبعاد الخلايا باستخدام هذا الجزء، جزء اللاي اوت. الآن عندي هذا الجزء اللاي اوت، وأختار عن طريق أبعاد هذه الخلايا فقط أغير بالأرقام اللي موجودة هنا. طبعا من أغير بالأرقام تلاحظون أنه الارتفاع الخاص ب الصف كله يتغير عندي. تمام، نفس الوقت، عفوا، نفس الوقت اذا اردت اغير بالوث الخاص بالعمود او العرض الخاص بالعمود كذلك بنفس الطريقه. تمام، اذا عندي طريقه اخرى لتغيير الابعاد او حجم الخليه عن طريق السيل سايز، ومن خلال هذه الحقلين اللي هو حقل الارتفاع وممكن حقل الويدث. تمام، نفس الوقت اذا اردت اغير حجم الجدول بالكامل، لاحظوا هذه الطريقه ممكن انه ما مذكوره بالمحاضره الان، طريقه تحديد كامل الجدول التوم بهذا المربع اللي يكون يعني في الركن اليسار من الجدول، هذا المربع اللي من أضع المؤشر عليه يتحول إلى أربعة أسهم، هنا يحدد لي كامل الجدول. تمام، هنا يحدد لي كامل الجدول. بعد ما يحدد لي كامل الجدول ممكن أنه أغير بأبعاد الجدول وتطبق على كل الخلايا داخل هذا الجدول. تمام، لاحظوا الآن صار عندي تحديد لأبعاد كل الخلايا الموجودة بالجدول عن طريق تحديدهن، يعني تحديد كل الخلايا، وبعدها أضع الأرقام اللي يحتاجها بهذه الحقول. تمام؟
أيضا ممكن أنه أحدد خليتين وأتحكم بالحجم مالتهن، تمام؟ فعندي مطلق الحرية، فقط أحدد الجزء اللي أريد أغير الحجم الخاص به، وبعدها أتوجه لهذه الأجزاء وأغير الأرقام. بإمكانكم أنه تطبقوها بالعملي اللي يستخدم كمبيوتر، بإمكانه أنه يطبق كل هذه الأدوات على الجداول. الآن نشوف إذا عندكم أسئلة. أوكي، يعني الأمور تمام. أوكي تمام. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. أنا من الصبح لسه كنت أسوي حساب بغير جهاز بس ما يدخل وأنت ترفضني. ما اسم بتعني صار اسم ثلاثي جنان أجمع بيت. ها جنان، احنا مو متفقين، انا ما اعرف بالمشاكل ما اللي في تواجهكم، لكن احنا اتفقنا انه يعني الطالب اذا اسمه مو ثلاثي يعني ما يدخل للمحاضرة، باعتبار انا يعني ما راح اعرف هذا الطالب انه ينتمي للكلية او لا. تمام؟ مو اني جهازي ما يصير بيه خدمات جوجل، ففتحته بجهاز اخوي وجهاز اخوي ما يصير بيه اسم ثلاثي اصلا، فهسه يعني خابرت والدي واجا يعني اخذت جهازه وفتحت بيه. مو مشكلة، مو مشكلة. هسه كغياب ف يعني لحد الآن أنا ما ماخذ الغياب، لكن حاولوا يعني ممكن إنه تراسلوني أعطيكم الطريقة تغيرون اسم الثلاثي يعني بكل سهولة، ما لها علاقة بجهاز معين. تمام؟ شكرا. اي أوكي، شكرا. لأنه واضح طلاب. بالنسبة لي طريقة تغيير الأبعاد الخاصة بالخلايا، وعندنا الآن ذاكر نقطة إنه if you want text that you type inside the cell to wrap. يعني الآن هذا الجدول، أو نحاول إنه نعمل شوية تراجع للجدول. الآن هذا الجدول إذا ردت أكتب به، فتلاحظون إنه الحروف تدفع أو تزيح الجدول لليمين، تمام؟ أنا هذه الطريقة ما أريدها، وياي هذه الطريقة من أدخل معلومات للجدول إذا كانت خارج هذه الخلية، فأريدها يعني تنزل للأسفل بدل ما إنه تدفع الجدول للأعلى، وبالتالي أحتاج إنه يكون للنص التفاف أو راب تكست، تمام؟ فهنا يذكر لي معلومة انه بإمكاني انه استخدم الراب تكست داخل الخلية، تمام؟ وهنا rather than يقول لك بدلا من ما استخدم او expanding للكولوم، مثل ما لاحظنا انه هنا يزيد لي من بعد او العرض الخاص بالعمود، تمام؟ فالطريقة كالآتي: أولاً Table Properties، تمام، Dialog Box، وبعدها أختار، طبعاً هذه Table Properties Dialog Box موجودة ب Cell Size Grouping أو Group، وبنفس الوقت أختار Option مثل ما تشوفون هنا، و بعدها من الاوبشن تظهر لي هذه التيبل اوبشن، وبعدها عندي هنا اختيار هو الاوتوماتيكلي ريسايز تو فيت كونتنت، تمام. هنا انا عند التيبل اوبشن دايلوج بوكس ان تشيك ذا اوتوماتيكلي، يعني هنا أنا شيل الصح من هذا الاختيار، وبعدها نختار اوكي، وثم نغلق كلوز او نختار كلوز. نحاول انه نطبقها بصورة سريعة. الان عندي هذا الجدول،
قلنا من هذه سيل سايز اختار هذه الدايلوج بوكس وبعدها اختار اوبشن ومن اوبشن هنا هذه دائما تكون انشيك واضغط موافق. طبعا هنا تغيرت الحدود باعتبار انا مغير الحدود مقدما لكن نشوف الطريقة. فقط نحاول انه تراجع لكم عن اعدادات هذا الجدول. اوكي الان تلاحظون انه الحروف اللي كانت تدفع او تدفع بالجدول لاتجاه اليمين اصبحت تنزل للاسفل، تمام، وبالتالي صار عندي تنسيق اعلى. ليش انا اختار انزل بالجدول للاسفل بدل ما اتوجه لليمين مثلا؟ سؤال لكم طلاب، ممكن انه اللي مركز وياي راح يجاوبني بكل سهولة. الآن سؤال لكم، ليش أني حاولت أنه بدل ما أدفع بالجدول باتجاه اليمين أو اليسار خليت أنه الحروف تنزل لي الأسفل؟ أوكي يا حسين، ليش ما أريد أزيد من عرض الجدول؟ يعني بس شوية فكر لي بيها، يعني كلش واضحة هي. مو بس لتصغر الخلايا، لاحظوا وياي دائما بالوورد عندي المستند محددني بعرض هذا المستند، لكن بإمكاني انه من انزل للأسفل فممكن انه يضيف لي صفحة إضافية أخرى، تمام؟ لكن عرض المستند أكون محدد به، تمام؟ ما ممكن أنه يضيف لي صفحة إضافية باتجاه اليمين أو اليسار، تمام؟ دائماً للأسفل، وبالتالي حدود الجدول ما أريدها تطلع من يمين ويسار الدوكيومنت، تمام؟ فهذا دائماً إحنا لازم ننتبه له. فدائماً الكونتنت أو المحتويات لهذا الجدول أريدها تكون ضمن حدود المستند، وبالتالي من اليمين واليسار ما أريد أن الجدول يتجاوز هذه الحدود، تمام؟ نعيد الطريقة على السريع. إذا أردنا هذا التكست أو النص بدل ما يزحف لي الجدول لليمين واليسار ممكن أنه يغير لي أو يخلي هذا التكست أو يعمل لي التفاف للنص، وبالتالي يكون هذا الالتفاف حسب الخلية ويفضل أنه يكون للأسفل. فالطريقة كالتالي، من البيج layout أو layout هنا عندي وأتوجه إلى cell size وأختار هذا السهم الصغير، راح تظهر لي هنا هذه table properties، وبعدها أختار option وهنا هذه علامة الصح تكون ما موجودة، تمام؟ وبالتالي تطبق لي هذه الطريقة. إذا أردنا، شوفوا وياي، إذا أردنا أنه أرجع هذه الطريقة ونلاحظ الفرق، فلاحظوا أنه العمود أو الجدول يعني صار حتى ما مرتب باعتبار أنه بعض الخلايا أخذت المحتوى حسب يعني حسب التكست اللي داخل كل خلية، تمام؟ هذه اللي هنا إن شاء الله تكون واضحة. آخر جزء من الجدول، شوية تعبتوا بالموضوع لكن هذه جداول جدا مهمة ودائما تحتاجوها. الجزء الأخير طبعا من محاضرتنا وبنفس الوقت من الجداول هو طريقة تحريك الجداول. طبعا طريقة تحريك الجداول جدا بسيطة، فقط علامة المربع اللي تكون
في التوب ليفت كورنر، هذه العلامة هنا مرسومة أمامكم، فقط أبقى ضاغط عليها وأحرك أو أزحف هذا الجدول حسب يعني الموقع اللي أحتاج به هذا وجود هذا الجدول. مثلا الآن عندي هذا الجدول بغض النظر يعني عن شكله، أبقى ضاغط عليها ليفت كليك، وتلاحظون أنه صار عندي مربع شفاف، هذا المربع أحركه بأي اتجاه أو أي موقع وبالتالي يتغير موقع هذا الجدول. تمام؟ لاحظوا ياي، الآن الجدول وين ما أريد أحركه راح يكون أو يتواجد، فقط ليفت كليك أبقى ضاغط عليه وأنزل مثلا للأسفل، لاحظوا أنه فقط أترك الليفت كليك وبالتالي يتغير موقع هذا الجدول. تمام؟ هذه اللي هنا واضحة. أوكي، طريقة تحريك الجدول جدا بسيط، احنا ذكرنا جزء من المحاضرة إذا أردنا نحدد جدول كامل فأحتاج هذا الجزء اللي يكون مربع بالركن الليفت كورنر، ليفت توب كورنر يعني هنا يكون بالأعلى، هذا المربع أبقى ضاغط عليه بالماوس وأحرك الجدول، يعني أحرك الماوس بأي اتجاه أو أي موقع وأترك الليفت كليك، تلاحظون أن الجدول من منتصف الصفحة انتقل لي إلى أعلى الصفحة، وممكن شوي نقلل لكم من الرؤية، مثلا هنا الجدول أحتاجه بهذا الجزء يكون، لاحظوا أنه عملية نقل الجدول من مكان إلى مكان داخلي مستند عن طريق الضغط على هذا المربع ونقل الجدول بأي موقع أحتاجه. تمام؟ هذه طريقة تحريك للجدول داخل المستند. طبعا اللي انضمت لنا حديثا طالبة إذا عندها سؤال عن يعني المواضيع اللي اوكي تمام، مراجعة سريعة للي أخذناه بهذه المحاضرة، حاول أنه أعمل لكم مراجعة سريعة للي أخذناه بهذه المحاضرة. تكلمنا عن الجداول وذكرنا أنه طريقة إضافة الجداول تكون كالآتي، إما طبعا بالبداية ذكرنا أنه الجدول يتكون من صفوف وأعمدة، وهذه الصفوف والأعمدة إذا تقاطعت ما بيناتها راح تكون لي خلايا. تمام؟ بعد هذا التعريف البسيط للجدول بإمكاننا أنه نعرف طريقة إضافة الجداول. عندي ثلاث طرق لإضافة الجداول، الطريقة الأولى هي عن طريق تحريك المؤشر على هذه المربعات وبالتالي يرسم لي الجدول بصورة مباشرة، وممكن عن طريق insert table. تمام؟ وأيضا عن طريق draw table. وأخذنا هذه الطرق الثلاث. أنا فقط أحاول أنه أوقف التسجيل حتى المحاضرة ما تكون يعني وقتها كبير جداً.